كان سؤالين كده ليهم علاقة ببعض يعني. دلوقتي هل حضرتك بتقر باسم أهل السنة والجماعة؟ إذا ما حضرتك بتسأل حضرتك بتتبع مين تقول من على مذهب أهل السنة والجماعة؟ حين تدعو الحاجة إلى ذلك قلناها، لكن أنا أقول لأهل السنة والجماعة لأنهم رسول الله وأصحابه، رسول الله وأصحابه، لكن لا أرفع شعارا وأدعو الناس إلى جماعة اسمها أهل السنة والجماعة. وإن كان الاسم محمود الرسول عليه السلام أظن ليس هناك اسم أفضل من المهاجرين والأنصار. مع ذلك لما دعا الداعي يا للمهاجرين وثرها عصبية جاهلية حيث تفرق وتحصل حروب وتشاحنات، دعوها في أنه منتنا. لكن نحن الآن على منهج في مقابل الشيعة نقول نحن أهل السنة والجماعة، مقابل الشيعة نحن أهل السنة. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ رسول الله وأصحابه، بس من هذا الباب نقول كده.